مشاهدينا الكرام الى بلاتو وسويعة، كان الحديث كان على المنتخب الوطني التونسي. نعمل فرهيده شويه، نبعد بعيدا عن الكان سي عبد الباقي، عندنا كفاءات تونسيه كما عندنا المنتخب التونسي متالق في الكاميرون، كذلك عندنا كفاءات تونسيه من بعد تنشوفوها. مقبل ذلك نمشيو لدولا وين موجود هيثم الراجدي. هيثم اهلا وسهلا ومرحبا. هيثم الراجدي اهلا هيثم. مرحبا رياض، مرحبا بكافه الحضور، مرحبا باللي قاعدين يجوا. اهلا وسهلا بك رياض، مرحبا بكافه الحضور، مرحبا بالساده المشاهدين ايضا في الاستوديو. ذري شفت سمعت صوت سي عبد الباقي، ايضا امير دريدي، شكون الاخر ذكرني؟ شكون خالد السويسي لطفي القادري؟ قول لي قول لي. اي سي خالد، اي خلود، اي خلود، اي سي لطفي. سي لطفي تحياتي يا سي لطفي، ليك وحشه. اي طب لاباس والله. الحمد لله خويا، صافا امور لاباس خويا. الحمد لله يا رب. انا كي راك انت تضحك نتفائل، راهو خاطر سي جلال نتفائل بيه وقت اللي جابوا داخلي. سي جلال نتفائل بيه وقت اللي جابوا داخلي في التيرا، يغمسني هكا الغمزه بتاع الضحكه. هاي صافا لاباس، الحمد لله مستوره وكاو ان شاء الله ديما فرحانين. باهي هيثم، اكيد كالعاده انت امام ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله، واكيد هذا هو الاهم. وي تفضل هيثم. اكيد انت امام مقر اقامه الاطار الفني والطبي اللي مازالوا يعني في الحجر الصحي في دولا. اعطيني اخر الاخبار هناك هيثم، وخاصه ما عندكش اخبار على اللاعبين اللي مش يكونوا متغيبين وعلى التيست اللي صاروا اليوم، خاصه سمعنا في مداخله يعني شاكر الكنزاري يقول لك يعني غيلان الشعلاني اليوم تاكد انه التيست نتاعو بوزيتيف وامس نيجاتيف، كذلك فما العيدوني ما تدربش، منتصر الطالبي كذلك ما تدربش. اعطيني بقيه الاخبار اكيد هيثم. باهي رياض، خلينا نبداو واضحين. ساعه انا صحيح في نفس البلاصه اللي وراء المقر اللي كان يقيم فيه اعضاء الوفد المنتخب الوطني التونسي اللي كانوا مازالوا في كونفينمون. اليوم بويسكو المنتخب الكامروني جاء لهنا لانه باش يواجه غامبيا يوم السبت لهنا في مدينه دوالا، دونك لجنه التنظيم ونعرفوا جيدا الجامعه الكامرونيه اخذت النزل لوحدها لها هي فقط على عاتقها، كانت تشاهد لهنا خلفي هذيك الحافله نتاع المنتخب الكامروني. ولهنا المنتخب الكامروني اليوم ديجا كان بعد ما معياش مصور ونوريك الاجواء لهنا، الجماهير كيفاش حاضره هنا وقاعدين، الناس يعبدوا حاجه اسمها كره قدم، الناس قاعده لهنا تستنى يراوشي سامويلي تو، تستنى يراوشي ابو بكر مثلا نجم المنتخب الكامروني. دونك لهنا ولا كان المنتخب الكامروني ومنتخبنا بقيه الوفد خاصه اللي مازالوا النتائج نتاعهم بوزيتيف، هما تم نقلهم الى نزل اخر مش بعيد من هنا برشا، تقريبا زوزه او 3 كيلومتر، يعني النزل هذا فقط فيه الا المنتخب الكامروني. بالنسبه للحاله الصحيه لاعضاء الوفد المنتخب الوطني التونسي، انا بفاجئك باش نقول لك حاجه، راهو العيدوني تدرب اليوم مع المنتخب الوطني التونسي، نعرفوا كانوا حصه التمارين كانت مغلقه، لكن العيدوني تدرب. فما علاش فما قصد علاش حتى صور اللي نزلتها الاتحاد التونسي ما كانش فيها العيدوني، فقط هذا باش نطمنوا الجماهير التونسيه. ناكد لك اللي راهو وسط ميدان باش يكون هو بيدو، باش يكون معناها سخيري العيدوني وباش يكون بن سليمان، هما باش يكونوا اساسيين في المباراه القادمه، لانه حمزه لانه العيدوني التحليل نتاعو كان سلبي، لكن الجامعه التونسيه خيرت وحتى اليوم التحليل نتاعو في التحليل قبل 48 ساعه اللي يقوم به الاتحاد الافريقي، التحليل نتاعو سلبي، يعني راهو هو خرج وانضم للمجموعه، لكن نعرفوا جيدا قصه الخمس ايام، الخمس ايام تنتهي بالنسبه للعيدوني تنتهي غدوه، دونك من غدوه يولي رسمي كونوا العيدوني مع بقيه اعضاء مجموعه المنتخب الوطني التونسي. لكن حتى نطمنوا الشارع الرياضي، راهو لا خوف على العيدوني لانه العيدوني لاباس، يقعد فقط مازال علي العابدي، مازال الطالبي، ومازال غيلان الشعلاني اللي هما في حجر صحي واللي هما اليوم ما كانوش تدربوا مع المجموعه، يعني ثلاثه فقط. نعرفوا جيدا كانوا بن حميده رجع التحليل نتاعو، نحكي لك ديما على التحاليل اللي قام بهم اليوم الاتحاد الافريقي، معناها التحاليل الرسميه اللي باش يتم اعتمادها في المباراه. كما قلت لك دونك اليوم معناتها لهنا مازال فقط اللي هو المدرب سيد منذر الكبير، واللي بالمناسبه هذيا معناتها نقدموا له تعازينا الحاره، وان شاء الله ربي يرحم سهره، واكيد ان شاء الله ربي في الجنه، الله ربي يصبروا. ولهنا حتى شفنا ستاتيو نتاع سي منذر الكبير اللي كان على الفيسبوك، بصراحه معناها كيف يتوجه بميساج هو للمرحوم، يقول كنت تمنيت نكون بحذاك، لكن الواجب الوطني وخاصه الكلمه هذيا، لكن الواجب الوطني لازم عليا وكان يكون بعيد وما نكونش وما نشيعش الجثمان نتاعك. يظهر لي تصويره تغني عن كل تعليق، تصويره معناها تحز في انفس الناس كل. ان شاء الله ربي مع سي منذر، ان شاء الله ربي يرحم الفقيد. دونك قلت لك طبيب المنتخب التحليل نتاعو كان سلبي، ايضا بن حميد التحليل
التحويل نتاعو سلبي. ايضا بالنسبه لمرافق المنتخب الوطني التونسي وحافظ الاثاث اكرم لاسو التحليل نتاعو سلبي، واللي من المنتظر كونهم غدوه باش يتنقلوا الى مدينه قروا وينضموا للمجموعه ويلتحقوا بالمنتخب الوطني التونسي. نكد لك انه بن حميده معناه ينجم يكون مع الاطار مع بقيه المجموعه وعلى ذمه الاطار الفني. ونعاود ناكد لك راهو حمزه راهو العيدوني حاضر وجاهز وباش يكون مع المنتخب لانه واليوم تدرب وراهو باش يكون مع المجموعه، لانه نعرفوا جيدا اليوم المعلومه ما خرجتش للناس الكل لانه تمارين المنتخب الوطني التونسي كانت مغلقه ما كانتش مفتوحه للصحفيين، لكن هذه طبعا المعلومات اللي جاتنا معناها من صلب المنتخب الوطني التونسي ومن الناس اللي ساهرين على المنتخب. دونك هذه هي معناتها ليطاد فيرمي نتاع الانفيرميري نتاع المنتخب الوطني التونسي. دونك الانفيرميري لاباس، خلينا نقولوا الحمد لله لانه تقريبا منتخب خبنا نعرفوا علي معلول رجع في فورما، يقعد فقط في 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 قلب الدفاع طالبي من المنتظر ماهوش يكون اساسي، لكن الحمد لله عاد ديلان برون وباش يكون الى جانب بلال العيفه. وتقريبا رياض ملامح تشكيله المنتخب الوطني التونسي اصبحت واضحه، معناها بن سعيد باش يكون في حراس المرمى، باش يكون في مكان ودراجر في وسط الدفاع، باش يكون كما قلنا برون وعلي برون وبلال العيفه وعلي معلول على اليسار، باش يكون قدامهم السخيري العيدوني بن سليمان العيدوني بن سليمان، وباش يكون قدام الخزري يوسف المساكني والدجاز الجزيري. اكيد ان شاء الله هذه هي تركيبه المنتخب الوطني التونسي اللي باش تكون في مباراتنا تقريبا بنسبه 99% اللي هي باش تكون التشكيله الاساسيه في مباراه راهي مباراه صعيبه وصعيبه جدا. وشفتوا البارح التفاؤل الكبير اللي كان على لازار بانسي رئيس الاتحاد بوركينا فاسو. وخلينا نبداو واضحين رياض، هما بيدهم عندهم موتيفاسيون اخرى، موتيفاسيون سبيسيال، لانه نعرفوا الاوضاع السياسيه في مدينه بوركينا فاسو ماهيش ولا بد. الرئيس معناها في المحاكمه، ثوره شعب، وكانه شبيهه باجواءنا لما رحنا لما المنتخب الوطني التونسي مشينا ولعبنا وفزنا بالشان. ان شاء الله هما عندهم موتيفاسيون، نحن ملاعبيتنا عندهم موتيفاسيون اخرى، خاصه خرجنا نيجيريا عندنا موتيفاسيون بتاع كبيره، الشعب كل ورا لاعبي المنتخب الوطني التونسي ورا المنتخب الوطني التونسي. دونك مباراه باش تكون صعيبه، لكن ان شاء الله وهذا ما نتمناوه ان شاء الله كانوا اولادنا باش يكونوا قدها، وان شاء الله اولادنا باش يشرفونا ويفرحونا يوم السبت. يعطيك الصحة على كل هذه المعلومات هيثم الراجد. أكيد الحالة الصحية للاعبي المنتخب الوطني التونسي، الشغل الشاغل للجماهير الرياضية. عرس سمير عند تعليق على اللي قاله هيثم. بون يكدن كونه منتصر مش يكون حاضر، أكيد ما نشكوش في قيمة ديلان اللي كابيتان في ماتس واحد من ليبيليه نتاع المنتخب. ما يقعد فما مشكل تخوف صغير في الكومبليمونتاريتي بينه وبين بلال، خاطر رينا بير بلال طالبي متفاهمين برشا. بون ان شاء الله برون ما تنساش لي برون وبلال عمرهم ما لعبوا مع بعضهم، معناها هذه اول مباراه، خاطر حتى مباراه مالي لعبوا تروا، دونك هذه اول مباراه باش يلعبوا مع بعضهم ادو. ان شاء الله يتفاهموا في الكوفرتور، سورتو تعرف لاك سنترال ديما معناها حساس شويه، ان شاء الله تكون تفاهم بيناتهم وما نشوفوش اخطاء ونشوفوا نفس المردود اللي كان يقدم فيه. خلينا نرجع مع هيثم، مازال معانا في الانتظار، كان عندك ما تختم هيثم تسمع فيها؟ نسمع فيك، نسمع فيك رياض. هيثم خلي لك كلمه الختام يعني قبل ما تغادرنا. قلقت مني فيسع في قلقت مني فيسع فيسع رياض. لا اوكي حسيلو، حتى توجهت لهم بسؤال ما توجه لك امير، قعد يعني يحكي لك على العيفه ودينام برون يعني لعبوا قبل مع بعضهم في تلعب دفاع تروا معناتها، يعني حبيت نعرفش لك كنت تسمع في امير ولا لا. فهمت، يعني ما كنا في الكونديكتور متفقين كانوا باش يتعدى معناتها التقرير نتاع جاليتنا هوني في تو في قروا في دولا عفوا، ومن بعد باش نرجعوا نحكيوا عليه. ما نعرفش رياض اذا كانت تبدل الكونديكتور ولا التقرير ونرجع لك رياض. المره التقرير نرجع لك المعلومات اللي باهي هيثم، باهي هيثم، باهي هيثم. اكيد الراجلي كان يسمع فينا. اكيد نواصل امير النقطه تاعك، نمشي لخالد. محور الدفاع اكيد طالبي وعيفة مثلوا ثنائي يعني ممتازين بصراحه. اكزاكتومون، دونك كما كان يحكي امير، خاطر رينا اللي بلال والطالبي كانوا متفاهمين برشا، معناتها فريمون عطاو ستابيليتي كبيره للديفونس براتيكمون تاعنا. فما كل التناغم التفاهم، شكون يمشي شكون يعمل كوفرتور، شكون معناتها كل واحد عنده الزون نتاعو وين يمشي. دونك ما حتى الاخطاء ما ريناش اخطاء، معناتها الزوز كانوا الحقيقه نتاع ربي متفاهمين بالكدا. طالبي مش يكون موجود، دونك باش يكون براون موجود،
ما نشكوش في قيمه براون يظلي في قاعد يلعب يظلي في ميتس وكابيتين نتاع ميتس دونك عنده القيمه نتاعو زاد حتى كي كان يلعب هو مرياح ودونك سيتان اتولي عنده القيمه نتاعو معناتها في الديفونس مي كيما قلنا يمكن الحاجه الوحيده اللي تخوف هي انهم ما لعبوش مع بعضهم هو بلال مي بقدره ربي بقدره ربي حسب الكاليتي نتاع زوز ملاعبيه يخرجوا منه الماتش معناتها سون 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 فوت ان شاء الله. سي عبد الباقي اكيد المحور الدفاع المنتخب اللي كان يعني حاسين ان شاء الله يعني اذا كان الطالبي مش موجود برون كذلك خط الوسط مش يكون نفس خط تركيبه الوسط كذلك عوده الخزري اكيد اضافه للتشكيله نتاع المنتخب التونسي اكيد مدرب اليوم في مباراه بوركينا فاسو اللي فكتيف نتاعو يعني موجود عنده حريه الاختيار عكس يعني مباراه نيجيريا اللي ما كانش عنده الشوا برشا المدرب. إن شاء الله الاستعداد يكون جيد خاطر الفايدة مش أنه عندنا برشا أسامي موجود أيوه مدى استعدادهم بدنيا ذهنيا كذا تكتيكيا فنيا نحكيو الجماعة هذا هو اللي باش يحدد كيفاش باش نكونوا لجورجي على التيران. فهمت أنا ديما نقول معناها إذا حضر الماء وغاب التيمم معناها ما عندي مزيد على كلام أمير وخالد ولطفي هم اولاد التراء ولاد المهنه ويفهموا خير مني المسائل هذه. انا تو كمواطن تونسي انا بالنسبه لي هزيتها بطوله افريقيا، انا ربحت اقوى منتخب واغلى منتخب، منتخب يسوى ميزانيه تونس، ربحته جو سوي ديجا شامبيون. اللي مش يجيب ربي من بعد مرحبا به. اكيد وانا قبيلة قلت كفاءات تونسيه كما المنتخب التونسي منورنا في الكاميرون كذلك عندنا كفاءات تونسيه منورتنا في الكاميرون وكفاءات تونسيه متالقه في المهجر. تابعوا الريبورتاج هذا مع الزميل هيثم الراجدي ثم نعود.
une nouvelle dynamique. C'est-à-dire qu'ils ont eu une autre approche au niveau de, du management, plus basée vers la responsabilité. On responsabilise beaucoup de Camerounais, de cadres camerounais. Ouais. En plus aussi, l'apport des Tunisiens qui viennent pour le Cameroun, que ce soit au service matériel, ça amène un plus au niveau des emplois. Donc il y a un apport en plus au niveau de... au niveau de l'apprentissage, quoi. Je suis ici depuis février 2018. Mm-hmm. Ouais. Et j'apprends beaucoup en étant ici, ouais, aux côtés de, des différents responsables et de mon chef, M. Brahim, ouais, sur la gestion de certaines procédures, ouais, ouais, de sur plusieurs aspects, que ce soit informatique ou bien en contrôle de gestion. Satisfait dans le groupe ou quoi? Très satisfait dans le groupe et on peut dire le meilleur reste à venir. Nous sommes très heureux d'être. شركة السروبات العالمية الرائدة في مجال الطرقات، تحية للسيد نور الدين حشيش رئيس المدير العام للشركة، وكذلك كل الإطارات العاملة معها. أكيد شركة تشغل في عديد الناس والإطارات، خاصة كذلك من جنسيات مختلفة. كنا سمعنا في التقرير يعني حتى الفرقة اللي يشتغلوا غادي يشكروا في الإطارات التونسية، وكذلك يحترموا جدا الشركة السروبات الرائدة كما قلت في مجال الطرقات. ونرجع مع هيثم الراجدي اللي كان عد هذا التقرير. هيثم كان تسمع فيه، اكيد تكمل تحكي لي اكثر تفاصيل حول الريبورتاج اللي عملته، وخاصه الكفاءات والاطارات التونسيه المتواجده واللي منورتنا وشرفتنا في افريقيا وبالتحديد في الكاميرون. اكيد رياض، هو التقرير هذا اللي تعدى فيه تقريبا 4 و5 دقائق ما ينجمش يوفي ويكفي معناها باش نجموا نحكيوا فيه على معناها على على السروبات، على سي نور الدين حشيشه، على محمد علي ولده معناها اللي قاعدين قايمين به معناتها لهنا في الكاميرون، وتقريبا كاميرون، بوركينا فاسو، تشاد، عديد البلدان الافريقيه جنوب الصحراء. يعني شفنا الناس الكل معناتها تحكي وتستشهد بهم، خاصه نعرفوا جيدا منافسه كبيره معناتها مع الشركات التركيه، مع الشركات الشينويه، ايضا مع الشركات الفرنسيه اللي عندهم اسمهم ومعناتها سابقين معناتها بقرون معناتها يشتغلوا في افريقيا. لكن الحمد لله السمعه طيبه وطيبه جدا الحمد لله. وين ما مشينا حتى البارح كنت حكيت مع الجوفرنور لهنا بتاع دولا، كنت جبت له قال لي تونسي، قلت له ديريكت، قال لي معناتها سروبات معناها، وقعد معناتها يحكي معناها ويشيد بالكفاءات التونسيه. دونك يرحم والديهم ويعطيهم الصحه، خاصه بالحق لهنا لازم نقولوا لكل المحسن احسنت، لانه بالنسبه للظروف اللي وفروها مش سي نور الدين على خاطر بويسك هو معناتها رئيس مجلس اداره قناه حنا باع، لكن لكل الصحفيين لهنا، لكل الجاليه لهنا، حتى الجماهير اليوم كانت في حاله بسيطه معناها كانوا فما جماهير لهنا اللي تحاولوا مع المنتخب الوطني التونسي اللي لهنا سي نور الدين هو اللي تكفل معناها باش يخلص معناتها الرحله نتاعهم ذهابا وايابا الى مدينه قروا واللي تبعت المنتخب الوطني التونسي. يعني بصراحه موفرين كل كبيره وصغيره للجاليه لهنا. نرجعوا للمباراه ولهنا كما قلت هذا قوس ونقول لانه يلزم على الاقل واحد كيف يعمل معك حاجه باهيه تقول له يرحم والديك وربي فضلك، وهذه هي الكلمه يظن فماش خير منها هكايا، باش نقولوا ميرسي بوكو يرحم والديكم على كل الظروف اللي تم اتاحتها، خاصه ان كان للمنتخب الوطني او للصحفيين اللي نعرفوا جيدا ديما الصحفيين هكا بحذاك معناها سي عبد الباقي اكد لك هذا، ديما الصحفيين هم المنسيين المتروكين حاسيلو، لكن المره هذه لقينا شكون على الاقل كان سند وقف بالكدا مع الصحفيين. نرجع للمباراه، المباراه اللي باش يكون فيها جوزوا بوندو اللي هو باش يكون الحكم البوتسواني. نعرفوا جوزوا بوندو اللي هو كان حكم اللي هو كان حكم مباراة المنتخب بوركينا فاسو ومنتخب الجزائري اللي كانت في مراكش في سبتمبر الفارة 2021. ونعرفوا جيدا كان وقتها المنتخب الجزائري كان تقدم بشكوى للاتحاد الافريقي ضد الحكم هذايا. دونك لهنا ما نجمش نهولوا الوضعية، ما نجمش، لكن حكم معناتها بصراحة تعيين من الاتحاد الافريقي يثير الاستغراب. حكم مباراة كان طرف فيها منتخب بوركينا فاسو وكانت انتقال
انتقادات كبيره، وكانت حتى رساله تذمر معناتها من الاتحاد الجزائري نلقاوه يعاود يتعين في مباراه ضد المنتخب الوطني التونسي، وحكم الفار باش يكون ابراهيم الجياد من المغرب، دونك رضوان جياد عفوا من المغرب. دونك لهنا بصراحه تعيين بالنسبه للحكام بالنسبه لمباراه المنتخب الوطني التونسي فيه وعليه. دونك جوزوا بوندو كما قلت من بوتسوانا اللي هو باش يكون حكم مباراتنا ضد المنتخب البوركينا فاسو يوم السبت القادم الثامنة ليلا في مدينه قروه ان شاء الله. اكيد ان شاء الله الحكام يعطونا حقنا هيثم، وان شاء الله المنتخب التونسي يقدم اداء طيب وينتصر ويترشح الى الدور النصف النهائي. يعطيك الصحه هيثم الراز على كل هذه المعلومات والروبورتاجات. ولا هيثم مازال معنا؟ كان مازال معنا هيثم، تفضل سي عبد الباقي. يا هيثم وي سي عبد الباقي وي باكي اخويا ربي معك. انت قلت التعيين فيه وعليه، انا مش اقول لك عليه برك مش فيه. عايش ومش اقول لك حاجه ما دام بحضر شنو الدين حشيشه انت غادي. سمعتك قلت انه يخدم حتى البوركينا فاسو سي صح؟ قل له النائرين هذو ما يوقف الاشغال. قل له نطلبوا منه سي نور الدين النائرين وقف الاشغال بوركينا فاسو. لا لا ما دخلش انا في هذا، بالعكس عندنا علاقات باهيه مع بوركينا فاسو، عندنا علاقات باهيه معنا مع كل بصراحه. لا والله باكي تعرفني معنا سافرت بالكدا في الافريق والكل الفضل نعرف والله بالحق. معناتها التوانسه ديما عندنا علاقاتنا باهيه ديما الحمد لله. بصراحه حاجه اخرى كلمه تحيه شكر زاده للجاليه المقيمه لهنا، حتى الجاليه المقيمه لهنا والله بصراحه كلهم ذو مستوى عالي، كلهم معناها مديرين في شركاتهم، كلهم مسؤولين معناها في شركاتهم الحمد لله. ما فماش معناها اللي التوانسه لهنا معناتها خلينا نقولوا بالعاميه اللي نص الباس معناها ولا يخدموا خدمه، لا بالعكس الكل معروفات، الكلهم ديكادر، الكلهم يسوقوا في الكفاءات التونسيه، الكلهم عاطين معناها ليكزومبل الممتاز وليكزومبل الحسن. ان شاء الله بالتوفيق وان شاء الله ربي يوفقهم، كيما ان شاء الله ربي يوفق منتخب الوطني التونسي اللي نعاود ونقولها راهي مباراه بوركينا فاسو. يظهر لي بحذاك كورجيه ويفهموا خير مني، بوركينا فاسو راهو المنتخب الوحيد اللي يلعب القدام. بوركينا فاسو نعرفوا كلهم ملاعبيتهم الكل يلعبوا على بيرتران تراوري، ما يلعبوش بالعرض. دونك ان شاء الله لهنا الثقه، كل الثقه في منذر الكبير وجلال القادري وبقيه وبكر الزكار والكل معناها الزطال عفوا والكل الاطار الفني للمنتخب الوطني التونسي حتى يعدوا الخطه الاساسيه والطريقه وخلي نقولوا التركيبه الاساسيه باش نوقفوا المنتخب هذايا ونمشيوا لابعد ما يكون في. ولو انه فما اخبار اخرى راهو رياض بالنسبه للمنتخب الوطني التونسي ان شاء الله يا ربي في صوره الترشح، فما كلام برشا نحن مفروض كنا باش نلعبوا في اولمبي معناه في ملعب العاصمه في ياوندي، لكن الى غايه هذه الساعه هو مبرمج في اولمبي، لكن الكاف كان اغلق ملعب اولمبي ونقل كل المباريات. بنعرفوا جيدا بعد ما صارت الحادثه نتاع الوفيات في مدينه دوالا في مدينه ياوندي نقلهم للملعب الثاني ملعب امادو اجيو، لكن من المنتظر وكانوا مباراه منتخب الوطني التونسي وهذا باش يخرج هذا من كواليس في صلب الاتحاد الافريقي، ممكن مباراه منتخبنا باش تلعب لهنا في مدينة جابوما في مدينة دولا في ملعب جابوما، لكن هذا يقعد دائما تسريبات في انتظار تأكيد هذايا. شكرا لك رياض وشكرا لكل الحضور. يعطيك الصحة هيثم الرازدي، حدثتنا مباشرة من دولا. أكيد المنتخب التونسي 48 ساعة نبدأ ببسي جلال، التركيز كلي على مباراة بوركينا فاسو، مباراة المفتاح اللي تخلي نمشي للدور نصف النهائي وإن شاء الله لما لا النهائي ولما لا التتويج. مباراة صعيبة مش سهلة كما يعتقدوا الاغلبين، مباراة الفيزيونومي نتاعها ماهيش كيما الفيزيونومي نتاع ماتش نيجيريا. انا نيجيريا نعرفوا لي كاباسيتي تكنيك نتاع الفريق النيجيري، نعرفوا نقولوا احنا للفريق يضغط يحطك اون ديفيكولتي، عرفنا كيفاش نحدوا من خطورة المنتخب النيجيري. المنتخب البوركيني اوكي اقل خطورة عنده اكثر هفوات، ان شاء الله نعرفوا نتعاملوا معاه على خاطر كيما كان توا تبارك الله عليه هيثم ما يلعبش على العرض، يلعب بروفوندور، يلعب كرات طويله خاصه من رقم خمسه ما تحضرش اسمه للدرامان تراوري في العمق. السرعه نتاع درامان تراوري بيرتران تراوري تخلق مشاكل. ربما هوني فنيا غياب الطالبي مش يخلق شويه مشاكل، علاش؟ لانه على المستوى الاتليتيك اسرع لاعب في ليزاكسيون نتاعنا، دونك ان شاء الله ليزاكسيون بون العيفة باقي يقدم في بالمناسبه فتحوا قوس مشكور باقي يقدم في تورنوا من كوباراب توا في اصلا معناها ريتم اسوندون المنافس، نقول احنا المدافعين يحاولوا
يحدوا من الخطورة ما يخلوش مساحات. لكن المنتخب البوركينو عنده هفوات، تشوف أنت الأهداف القبلة من الكل عنده مشكلة على مستوى الكرات الثابتة، عرش يتمركز في الكرات الثابتة، ما عندوش قراءة جيدة. اثنين نقولوا احنا فنيا متوسط، مش ليكيب تكنيك اللي تعمل لك ان جران نومبر نتاع لمسات باش تدخل للزون نتاعنا وتقلقنا. دونك اعتماد على الكره الطويله. احنا اذا كان نستثمروا الكونسيرفاسيون وخاصه نخلقوا لهم مشاكل على مستوى الاطراف، اكيد باش نحطوهم في مشاكل فنيه. اهم شيء هو نقولوا احنا التعامل الجيد مع الاطار الفني نتاع المقابله لازم اكيد. أنا هما مانوش باش نقولوا لهم احنا، لكن عارفين باش يتعاملوا مع المقابله كيما تنجم تلعب على 90 دقيقة كيما تنجم تلعب على 120 دقيقة. دونك ليزاتو نتاعهم أكيد يخليوهم يقراوا المباراة من الجوانب الكل النفسية، وديما نأكدوا أن المباراة ذهنية أكثر منها. حتى الإيفوري نتاع الفوز نتاع نيجيريا لازم تنتهي توا عندك، وقلتها من الأول فيزيونومي نتاع ماتش جديد باش يحل لنا آفاق أخرى. قادرين باش نوصلوا للدورة النصف النهائي، ما نخموش توا في النصف النهائي. عنا الانكار ضد مناسب محترم، واهم شيء انه عنده اسوندون بليك قالها امير للتاريخ. نقولوا احنا ما عندوش عبره، لكن في مباراه هذه عنده عبره اسوندون بسيكولوجيك على زوز مباريات، وكنا افضل ميم حتى للدو ماتش نتذكر من شويه 98 و 2017 كنا افضل فنيا، لكن ورقه الترشح كانت للمنافس. أكيد سي لطفي تحليلك ثري جدا. نعمل ترتيحة احنا شوية هوامش وأجواء إفريقية، خاصة في مباراة الأمس بين مصر والكوت ديفوار، شاهدوا تفاعل الجماهير اللي كانت الكاميرونية حاضرة وكانت تتغنى برشا بمحمد صلاح. نتابعوا هذا التقرير ثم نعود. Beaucoup de joueurs supportés. Mais pourquoi tout le stade qui supporte l'Égypte? Faut laisser, c'est les jaloux. C'est comme Barça Real, les Camerounais sont jaloux, mais les gens, on va les mettre à tête. الجماهير اللي كانت حاضره في مباراه الكوت ديفوار ومصر امس، ومبروك تاهل المنتخب المصري. خالد، اكيد المنتخب المصري في مواجهه للمنتخب المغربي وقمه عربيه في الدور القادم من كان كاميرون. هو الحقيقه رياض انا ما حبيتهاش معناتها توا في الدور هذايا معناتها صحيح زوز منتخبات عرب معناتها واحد تمنيتهم يمشيو اكثر ولا اكزاكتومون مي بعد ديما تقول ديما ولا ضمنا واحد في الدومي فينال اكزاكتومون. دونك زوز منتخبات يظهر لي احنا واحد ان شاء الله ان شاء الله هي زوز منتخبات معناتها يظهر لي كبار مصر بمصالح وبالنني يظهر لي منتخب اللي كيف كيف زاد ما بداش بالقدامي تو قاعد يكون فيرمي
بعد الترشح نتاعو نتصور يمشي كيما قلت لك انا مع المنتخب المغربي اللي ماتش معناتها باش يكون ماتش شوك حسب رايي انا. زوز منتخبات قويين، زوز منتخبات عندهم لاعبيه اللي يلعبوا في 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 نيفو عالي. ان شاء الله الاجدر وان شاء الله اللي باش يلعب خير هو اللي يربح. وكما قلنا من بكري ضمننا منتخب عربي في الكاف. 30 ثانيه سي عبد الباقي، شنو عنوان هالقمه العربيه بين مصر والمغرب؟ خليك تفكر. لا حطيتني في منديل. خليك تفكر نمشي الامير امين في 30 ثانيه المباراه هذه. جو سبب فما سبب وش رياض علاش الكاميرونيين شجعوا مصر. مصر اي. خاطر قبلها كانت حمله بون يعني بلوز اوموا حمله على سوليروسيو من الليفواريين على منتخب جزر القمر. واهم شيء هو تويت عملوا ديدي دروكبا معناها يشكر فيه منتخب جزر القمر وكذا، دونك هما رجعوا لهم غادي رانا باش نشجعوا مصر. بون قمه عربيه اكيد هو فنيا معناها دو ستيل ديفيرون، معناها منتخب مغربي اكثر يمشي في البوزيسيون، منتخب مغربي اكثر يعمل على الفنيات كما حكينا عليه شويه معناها في الحصه الفارطه. عندهم حكيمي على اليمين، بوفار على اليسار avec deux pointes معناها ولكن منتخب مصر قوي زاده بدنيا. الاشكال اللي منتخب مغربي باش يلقاه كونه باش يعم برشا عناصري، باش يلقى من هنا حجازي ومحمود الونش مدافع الزمالك، باش تكون مباراه اكيد سورتو ان ديربي ما نتصورش نراو فيها برشا اهداف، باش تكون مباراه مسكره مي سور ان شاء الله نشاهدوا مباراه ممتعه. بسرعه سي لطفي. كلاسيكو عربي بون على الورق لي زاتو ترجح المنتخب المغربي خاطر عنده دو زاتو اللي هو نوعية الملعبية اللي يتأقلموا مع عديد الوضعيات التكتيكية. اثنين ذكاء وذهاء هاليزوفيتش. يعطيك الصحة سي عبد الباقي، لقيت العنوان بسرعة. أمطري حيث شئت فسيأتينا خرجك. يعطيك الصحة سي عبد الباقي. خالد السويسي يعطيك الصحة، نورتنا وشرفتنا حلقة اليوم. سي عبد الباقي يعطيك الصحة ديما منورنا. لطفي القادري المدرب يعطيك الصحة، وأمير دريدي يعطيك الصحة. وصلنا نهاية حصتنا اليوم من سويعة، كان الموعد يتجدد غدوة انطلاقا الساعة 10 مع الزميل خالد شوشان. تصبحون على خير.